الصحافة في أسبوع. نقدر استعرض معكم أهم عناوين الصحف الصادرة خلال أسبوع وأهم وأبرز القضايا المثارة على الساحتين الدولية والمحلية. هنروح معكم لأول خبر معنا النهاردة من جريدة الأهرام. تصاعد الرفض الدولي للاتفاقية البحرية بين حكومة السراج وتركيا. ومن الأهرام المسائي، المحافظون يبدأون تنفيذ تكليفات الرئيس. ومن أخبار اليوم، الإسكان تطلق تطبيقا إلكترونيا للتواصل مع المواطنين والمستثمرين. ومن الجمهورية، محرز تؤكد أن مجففات الذرة تقلل من الفاقد بعد الحصاد. ومن المصر اليوم، الري تنفذ مشروعات استثمارية لحماية النيل. ومن الوطن، تنسيق مصري سوداني سعودي لتأمين البحر الأحمر لمواجهة محاولات التوسع التركي. ومن الشروق، مطالب برلمانية بفتح ملف الأبنية التعليمية لإنقاذ حياة التلاميذ. ومن الوفد، افتتاح مزرعة مشتركة مع أوغندا في كاتونجا. ومن اليوم السابع، الزراعة تشن حملات على المجازر للتأكد من منع ذبح العجول قبل بلوغها سنتين. ومن البوابة نيوز، الزراعة تؤكد تحصين أكثر من 1,000,000 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية. أعزائي المشاهدين، دي كانت أهم عناوين الصحف الصادرة خلال أسبوع. هتولها معكم بالرصد والتحليل مع الكاتب الصحفي بالشروق مصطفى المنشاوي، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. بنرحب بضيف اللي بشرفنا النهاردة، الكاتب الصحفي بالشروق مصطفى المنشاوي. أستاذ مصطفى، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. شرفنا النهاردة، معنا مجموعة من الأخبار هنحللها مع بعض. هروح لأول خبر معايا النهاردة من جريدة الأهرام. تصاعد الرفض الدولي للاتفاقية البحرية بين حكومة السراج وتركيا. أنت شفت الرفض ده إزاي؟ الرفض ده يأتي لمواجهة محاولات التوسع التركي في المنطقة، خاصة أن الرفض يأتي لاتفاقية غير قانونية، وتأتي مصر في مقدمة الدول الرافضة والمستنكرة لهذا القرار والاتفاق، ويليها فرنسا الأسبوع الماضي، وخاصة أن في اجتماع مقبل بين الحكومات الليبية والنزاع، أطراف النزاع في ليبيا، في اجتماع باريس، والمفروض أن هم كانوا هيجتمعوا فيه ولحل المشكلة وإيه وتوسيع أو للوصول إلى اتفاق الدولة الواحدة. ولكن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبي اللي يرأسها فايز السراج يأتي مخالف لكل القوانين الدولية والعرفية، خاصة أنه ليس له أي صلاحيات. هو أطماع تركيا في المنطقة أستاذ مصطفى كمان هي الدافع الأساسي في الموضوع ده، وهي عايزة تهيمن على المنطقة من خلال دعم هذه الدول كمان بالميليشيات اللي موجودة في سوريا وداعش، لأنها بتقوم بنقل داعش كمان من سوريا إلى ليبيا كمان. لو بصينا للاتفاق ان هو بينص على يعني بندين مهمين جدا. اولا البند الاولاني الاتفاق العسكري، ان هم هيستخدموا المطار الخاص في ليبيا لنقل المعدات العسكريه، وده مخالف اصلا للاتفاق الدولي والمنصوص عليه بعدم دعم الميليشيات او التدخل العسكري في ليبيا. تمام. والاتفاق الثاني ان هو هيساعدهم ان هم يستخدموا المواني العسكريه والبحريه لنقل الاسطول التركي الى ليبيا، وده ايضا مخالف لجميع الاطراف، وخاصه ان في اتفاقيه بين مصر واليونان وكوبروس يعني الحدود البحريه، والمفروض ان هم ما فيش حد هيغطيها اصلا او يتخطاها خاصة خلال الفترة المقبلة. وده من هنا جاء الاستنكار لذلك. وإحنا بنلاقي طبعا أطماع تركيا بعد كانت في العهد السابق في السودان كانت بتطمع أن تنقل أسطولها برضو البحري للسودان، وعايزة تنقل تدعم الميليشيات قبل الثورة السودانية ونقل يعني الحكم. هنلاقي أن هو ده اللي بيتم في ليبيا حاليا. هو علشان الناس تبقى فاهمة، تركيا عايزة تعمل هيمنة على المنطقة كلها، الأطماع في الثروات اللي موجودة. يعني هي لقت الفرصة ضاعت قدام منها من اليونان وفي المياه في, 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 في البحر المتوسط، فأعلنت إن هي الاتفاقية بينها وبين ليبيا للأطماع اللي موجودة. حتى على طول أول ما تم الاتفاق بينها وبين السراج أعلنت على التنقيب عن الغاز في المياه الليبية،
وده طبعا مخالف للاتفاقيات الدوليه. وكمان هي احنا عارفين محاولاتها الدائمه في السودان للتواجد في السودان والتواجد في اثيوبيا وهي هيمنه على المنطقه للحلم العثماني اللي هم بيعيشوا فيه اللي هو الوهم العثماني الخلافه العثمانيه. اذا نظرنا لليونان فهي عقب الاتفاقيه استدعت السفير الليبي وامرته باخلاء اراضيها في خلال 72 ساعه. ده برضو اللي رفضها الاتفاقيه. وطبعا تركيا بتسعى للحصول على الثروات في منطقه الشرق الاوسط عقب يعني طبعا التدهور الحاله الاقتصاديه اللي بتشهدها خلال الفترات المقبله الماضيه نتيجه العقوبات المفروض عليها. فلذلك يعني تركيا بتحاول تجد لها منفذ او مخرج ورئيسهم اردوغان ده بيحاول ان هو طبعا يحيي الخلافه العثمانيه اللي هي حاجه اصلا انتهت من زمان وهم عايشين فيه وطبعا بخلاف ان هو يعني عرض بلاده لتدمير اقتصادي والمجازر اللي عملوها لاهالينا واشقائنا في سوريا. طبعا التدخل العسكري في سوريا كان حاجه طبعا وده استدعت تدخل الجامعه العربيه وتم عقد اجتماع عاجل والتدخل الدولي ولوقف ذلك يعني يعتبر العدوان على الاراضي السوريه واشقائنا. ولكن طبعا يعني كل تركيا بتسعى ليه الان هو ان هم بتلفظ انفاسها الاخيره. انت شايف الموقف الدولي عامل ازاي لهذه الاتفاقيه؟ الموقف الدولي طبعا رافض لهذه الاتفاقيه وده اللي هنناقشوه في خلال اجتماع مجلس الامن القادم للاتفاقيه دي، خاصه ان هي غير قانونيه. يعني جميع الاجراءات اللي تمت فيها غير قانونيه سواء البندين الاتفاقيه او عقد اجتماع ما بين الطرفين. لان لا يصح اصلا او لا يملك حكومه الوفاق في ليبيا الحق في عقد اتفاقيات. تمام، هروح لخبر تاني معايا مهم من جريده الاهرام المسائي. المحافظون يبداون تنفيذ تكليفات الرئيس. انت شفت تغيير المحافظين الاخير ازاي؟ وشفت كمان الشباب مسكوا مناصب قياديه نائب محافظ ودي كانت لاول مره بهذا الكم الكبير جدا، عطى امل وتفاؤل عند قطاع كبير جدا من الشباب المصري. والله تغيير المحافظ ده نقدر نقول المحافظين كان من اهم ملامحه هو تنفيذ ما بشر به سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فتره رئاسته لمصر او خلال توليه في بدايه توليه الرئاسه تمكين الشباب. سياده الرئيس كان بيحس في كل مؤتمراته ومؤتمرات الشباب انه تمكين الشباب. وهذا ما شاهدناه. التغيير المحافظين في امل في دفعه جديده، كان في عقد اجتماع مع مجلس الوزراء مع المحافظين لبدء على ارض الواقع، خلاص انت استلمت منصبك بالفعل انزل اشتغل، مفيش وقت ان انت لسه هتتعرف على المكان او الكلام اللي احنا كنا بنشهده في الماضي ان ممكن المحافظ لسه ست شهور لسه بيتعرف على المحافظه على لا لا لا، الكلام ده ما بقاش موجود خالص احنا دلوقتي. وبعدين لو بنتكلم عن تمكين الشباب ان النهارده في محافظين كانوا نواب وتم ترقيتهم الى مسك منصب محافظ ويعني اقربهم محافظ دمياط كان نائب محافظ. هو اهميه كمان ان يبقى عندنا حاجه زي البرنامج الرئاسي او الاكاديميه الوطنيه للتدريب دي مهمه جدا عشان يبقى في قيادات مدربه على هذا العمل عندها ادوات هذا العمل، وده بيدي دفعه قويه جدا للشباب انها تقدم على هذه المناصب. وكمان لما يبقى عندنا مجموعه من الشباب موجوده في هذه المناصب كمان الشاب بيتعامل بروح المشاكل اللي موجوده، السعي على حلها، التواجد في الشارع بين المواطنين، ده مهم جدا احنا يبقى عندنا صف تاني وتالت من القيادات كمان. لو اتكلمنا عن الأكاديمية الرئاسية لتدريب الشباب وإعداد القادة اللي بتعد الشاب لأن هو يوصل كانت أو خطوة مهمة جدا كانت مصطفى. خطوة مهمة وبالفعل نتج منها اللي احنا شايفينه دلوقتي في شباب كتير بتتولى مناصب قيادية. أمس تم عقد اجتماع للجمعية لتدريب أو لتأهيلهم على المنصب الجديد. أنت توليت منصب جديد بنأهلك بنديك بعض المقومات أكثر لتزداد خبرة في هذا المنصب. استاذ مصطفى هنستأذنك ناخد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. دكتور عباس ازي حضرتك؟ أنا يا فندم. عايزك تكلمني على الموسم الشتوي للأسمدة وازاي قدرت يعني يعني قررت الوزارة صرف الأسمدة الشتوية دفعة واحدة للمزارعين ليه يعني؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم ونقول لكل إخواتنا المزارعين والمصريين كل سنة وانتم طيبين. طبعا الموسم الشتوي خلاص دلوقتي يعني تقريبا دخل يعني في المرمى بتاعه على 23 ديسمبر هيكون ده بداية الموسم الشتوي المطري الحقيقي.
طبعا كان في دفعه مطر في تقريبا في بدايه شهر 11. الحمد لله في مساحات كبيره جدا من المستهدف زراعتها من القمح انزرعت. بندعو الله ان شاء الله يكون في هطول امطار في الساحل الشمالي على اساس تزيد المساحات المزرعه من القمح ان شاء الله هذا الموسم. طبعا بالنسبه للمحاصيل الشتويه، طبعا لما بنبدا بنتكلم عن المحصول اللي هو الاستراتيجي الرئيسي اللي هو القمح، لا ننسى طبعا معانا طبعا محصول بنجر السكر، ودي يعتبر من المحاصيل الهامه الشتويه بالذات الاوقات المبكره او المتاخره منه خلال الموسم الشتوي. معانا طبعا الفول البلدي لازم نكون حاطينه في نصابنا طبعا، لان ده الغذاء او الفطار اليومي للمواطن المصري. بالنسبه للاسمده هذا الموسم بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا في السنوات الماضيه كنا بنتعامل مع ازمه اسمده بالفعل، والحمد لله رب العالمين بدانا نجني ثمارها دلوقتي. طبعا مع بدايه وصول الاستاذ الدكتور عز الدين ابو سكيت وزير الزراعه والصناعه الاراضي، ضاف حاجه مهمه جدا بنسموها اللي هو الباركود لوصول الاسمده من المصنع الى اماكن التخزين والتوزيع اللي هي في الجمعيات الزراعيه او الاصلاح او الاماكن الخاصه بالقطاع الاستصلاح والبنك الزراعي المصري. دكتور عباس، انت يعني موجود في قطاع الخدمات، وانا عارف سيادتك بتشتغل بطريقه يعني قريبه جدا من المواطنين ومن المزارعين وبتحل مشاكل كتير، لكن ازاي قدرت تجمع الداتا او البيانات بتاعه منافذ التوزيع في الجمهوريه كلها علشان تتعاقب، يعني تعرف المشاكل اللي موجوده في التوزيع وتبقى نقضي على السوق السوداء ازاي؟ يعني اول شيء عملناه ان احنا خدنا كل ارقام التليفونات لجميع المنافذ حوالي 7000 رقم تليفون، اللي هي سواء كانت جمعيه زراعيه او منافذ اصلاح او استصلاح طبعا المركبات العامه ومنافذ التوزيع بالفعل. دي كانت الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ان احنا عملنا باركود لمتابعه الاسمده من المصانع الى اماكن التوزيع. رقم ثلاثه تفعيل دور التعاون الزراعي وبالذات الاداره المركزيه للتعاون الزراعي ومركزيات والمدير عام التعاون في كل محافظه لمتابعه الاسمده. رابع شيء ان احنا عملنا لجنه تنسيقيه، تفعيل دور اللجنه التنسيقيه الاسبوعي، لان طبعا انت عارف ان كميه الاسمده التي يتم سحبها لوزاره الزراعه طبقا للتشريعات ان اي يوم بيعدي بدون سحب الكميات الخاصه بوزاره الزراعه لا يتم تعويضها، واحنا بنحترم هذه المواثيق وهذه الاتفاقيات، فكان لازم وضروري وحتمي ان يكون دور فعال للجنه التنسيقيه للاسمده بوزاره الزراعه اللي هي بيسموها الاجتماع الاسبوعي، احنا محددينه تقريبا الاربع على طول من كل اسبوع لمتابعه ما تم شحنه، ما تم التصرف فيه، اللي وصل للجمعيات، تم ايه اللي تم توزيعه، دراسه نقاط الاختناق او بعض المشاكل التي قد تصل الينا من بعض الاماكن. وطبيعة الحال في نفس اللجنه بيتم اتخاذ القرار السريع المباشر لحله فوري، ان كان في محافظات الوجه البحري في حدود 24 ساعه الى 48 ساعه، في محافظات الوجه الابلي لم يتخطى ال 72 ساعه اللي هم الثلاث ايام من اماكن التصنيع الى اماكن التوزيع. لما بيجي لك حد يا دكتور اي مزارع بيتصل بينا او اي مواطن بيتصل بيا او بيجي يشرفني هنا في مكتبي وبيعرض عليا مشكله بالذات في الاسمده، انا بقدم له كل الشكر وكل التقدير ان هو بدا يلفت نظري ان في نقطه ضعف او في اختناق في حته اللي هو بيذكرها لي او بيكتبها لي على ورقه، وفي نفس التوقيت ده لازم اقدم له كل الشكر وكل الاحترام والتقدير، لان دي سياسه او منهج جديد ان كل واحد بيرفع سماعته او بيصل للوزاره برفع مظلمه او يطلب حل مظلمه، انا بعتبره ده يعني بيرفع عن كاهن المنشاه الحكوميه وقود سياره فريق عمل فريق متابعه قد يصل الى هذا المكان واكتشاف هذه السلبيه، ولكن بوصول المواطن الي هنا في وزاره الزراعه او بالاتصال التليفون او بالفاكس الخاص بهذا المكتب رئيس قطاع الخدمات، انا بقدم له كل الشكر والاحترام والتقدير، لانه انا بعتبره هو العين البصيره بتاعتي
اللي بدات توديه من ان في اختراق او في مشكله في المكان الفلاني، انا بقدم له كل الشكر والتقدير لانه فعلا حط ايده على جزئيه كانت مغفوله او كان لم اراها، بحيث نضعها في نصاب التصحيح وتصويب الخطا والحل السريع الفوري ان شاء الله. دكتور عباس، هناك انخفاض في اسعار الاسمده من المصانع، قول لي انت ازاي بتنسق ما بين الشركه المصريه اللي هي خاصه بالبنك والتعاونيات وقطاع استصلاح الاراضي من خلال المراقبات اللي موجوده بيه؟ التنسيق بيتم ما بين التوزيع ما بينهم ازاي؟ التنسيق ده هو حضرتك، هو زي ما قلت لحضرتك ان في الاول في عندي احنا بنسموهم قطاعات التوزيع، هم بيسموه اربع قطاعات، قطاع الائتمان وقطاع الاصلاح وقطاع الاستصلاح والشركه الزراعيه للتنميه الريفيه المنبثقه من البنك. يبقى دلوقتي انا عندي اربع قطاعات بيوزعوا الاسمده بتاعتي. الاربع قطاعات دول بيمثلوني اللي هو رئيس الجمعيه العامه، لازم حضوري، واجب حضوري كل لجنه، ما يبعثليش مندوب، لازم هو بنفسه لانه هو بيعتبر صاحب القرار معايا في رفع المعاناه او في حل اي مشكله. احنا طبعا الائتمان ليه 67% من جمله المساحه، عندنا قطاع الاستصلاح في حوالي 17 او 18%، قطاع الاصلاح ل 7%، الشركه الزراعيه للتنميه الريفيه المنبثقه من البنك ل 10%. طبعا احنا دي نسب معمول بها حسب اللي هي المساحات المزرعه في كل قطاع او في كل جمعيه عامه، سواء الجمعيه العامه للائتمان او الجمعيه العامه للاصلاح او الجمعيه العامه للاراضي المستصلحه او لشركه البنك. طبعا اللقاء الاسبوعي ده احنا بنتدارك فيه الخطا. طبعا اي منظومه دي منظومه اسمها منظومه تنفيذيه، ما هيش منظومه ارشفيه او يعني قرارات سياديه، لا، دي احنا بنتعامل مع واقع تنفيذي على الارض، كميات وبيتم توزيعها. حدوث اي خلل في اي قطاع من الاربعه بيتم تداركه على طول فوري في الاجتماع الاسبوعي، ويتم تناوله الحصه بتاعته ان كانت في البنك على سبيل المثال، يتم ترحيلها فوري على طول لقطاع الاستصلاح، بحيث القطاع اللي هم البنك واخد اللي هي الاراضي خارج الزمام، قطاع الاستصلاح واخد الاراضي المستصلحه اللي هم بيعتبروا متجاورين مع بعض، قطاع الائتمان واخد الشريحه الكبيره الاراضي القديمه اللي هي معروفه ائتمان، وقطاع الاصلاح واخد الاراضي اللي هي الاصلاح الزراعه. يتم تدارك هذا الخطا بسرعه او تدارك هذه السلبيه بسرعه، ويتم وضع حل سريع لها، ويتم ادماغ الشركات الاسمده من خلال شؤون المديريات والاداره المركزيه للتعاون الزراعي. طبعا احنا عارفين ان الكيماوي ده او الاسمده بتنزل لازم تقابلها توزيع، اول حاجه تخزين وتوزيع وتجميع مالي للثمن، بحيث تعيد الدوره ثاني بسرعه، ان الفلوس ترد ثاني لشركات الازمنه ويبدا اخذ ازمنه وهكذا. فانا بعتبر دي من ضمن الملفات او من ضمن اللجان بيسموها اللجان التنفيذيه اللي هي على الارض. دكتور عباس، انت وضعت نموذج جديد للعمل وهو الاستماع لمشاكل المزارعين وحلها على الفور، ودي كمان من الحاجات المهمة جدا في قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ان انا لو مش هسمع المشكلة عندي، مش هسمع المشاكل اللي موجودة عندي، وده هيعمل لي ضيق في صدري، يبقى انا قاعد ليه كمسؤول احل مشاكل الناس؟ فانا بحييك على ده دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة معانا. استاذ مصطفى، برجع تاني للملف اللي كنت متكلم فيه وهو تمكين القيادات في المناصب القيادية، وده مهم جدا جدا لانه بيدي روح الامل والتفاؤل عند الشباب. احنا اتكلمنا عن تمكين الشباب خلال الفترة الماضية، وبالفعل كان تم تمكينهم، وبنشهد الان منهم من نواب ومحافظين، وده اللي كنا بنأمله، والفترة اللي جاية هنشهد وزراء من الشباب، ودي لاول مرة تحدث اصلا في مصر ان احنا نولي او نمكن شاب من الشباب ونثق فيه في امكانياته وقدراته المؤهله. يعني الحقيقه احنا عندنا مؤتمرات الشباب، عندنا الاكاديميه الوطنيه للتدريب والبرنامج الرئاسي كمان، الحقيقه ده كله عطى امل كبير للشباب، والفضل يرجع فيه لربنا اولا ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان دي لاول مره رئيس الجمهوريه يجتمع في مؤتمرات بالشكل ده ويسمع الشباب، والشباب تقول همومها، وقلنا وسمعنا وشفنا شباب بتقوم تتكلم على قضايا، والشاب بيتكلم وهو بيتكلم، انا بقول لك انا هتكلم ومش هخاف على منصبي، مش هخاف على وظيفتي، فده لاول مره نشوف النموذج ده
فكل التحيه والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بالفعل اللي قلناه، الرئيس وعد واوفى. هنروح لملف تاني معايا وهو عنوان مهم جدا، الاسكان تطلق تطبيقا الكترونيا للتواصل مع المواطنين والمستثمرين، وده مهم جدا للتفاعل بشكل كبير جدا مع المشاكل والقضايا او العقبات اللي بتقابل المستثمرين، يعني بعيد عن البيروقراطيه بقى اللي موجوده في الجهاز الاداري. تمام، خلينا نتكلم بشكل اوضح ومبسط للمشاهد. فكره التطبيق هي فكره بسيطه جدا. ده هيكون ابلكيشن نازل على كل الموبايلات ويتيح لكل الافراد الشعب ان هو يكون معاهم. ده بيتيح لي ان هو يتواصل، يعرف اخبار الوزاره، يقدر يتيح لي العروض اللي هم بتنزلها الوزاره من شغل الاسكان من ودي فرص برضو للمستثمرين، الحاجات المطروحه للمستثمرين ده بيقدر يتيح لهم. ده بالاضافه ان في امكانيه مراسله الوزاره ومخاطبتها لتعريفها بالجوانب السلبيه والايجابيه، وده بيدي منظور اخر للوزاره ان هي تقدر تكون يعني على ارض الواقع، يعني نقدر نقول ده جانب اخر لطريقه التواصل. بيشجع الاستثمار ازاي يا استاذ مصطفى؟ ده بيشجع الاستثمار. هنا المستثمر كان ممكن يكون بيتواصل مع الوزاره عن طريق قنوات محدده، لكن احنا مع نظام الرقمنه اللي مصر داخله عليه، يعني احنا ده خلاص بقينا بالفعل اغلب المؤسسات رقميه. ده بيساعد دلوقتي لامكانيه التواصل ومعرفه المعلومه الاني، يعني البيان هيطلع من الوزاره مش محتاج ان هو يلف عبر قنوات وسائل التواصل المختلفه اللي هي بتوصل للمصدر، لا انت دلوقتي انت بتكلم المستثمر بطريق مباشر. تمام، هنروح لخبر تاني معايا من جريدة الجمهورية. محرز تؤكد أن مجففات الذرة تقلل من الفاقد بعد الحصاد. ده موضوع مهم جدا، وده بيوفر لأن احنا عندنا فجوة كبيرة جدا في استيراد الذرة الصفراء اللي هي داخلة في العلف. ده جانب اخر، ده او ملف مهم جدا. مصر كانت تفتقده خلال المرحله الماضيه، ولكن بالفعل قدرنا يعني بالتعاون مع وزاره الانتاج الحربي ووزاره الزراعه قدروا ان هم يتواصلوا الى صناعه او توفير اليات وضع الذره المجفف او يعني تصنيعه في مصر. ده اول حاجه هيحد من الفاقد، كان الفتره الماضيه كان بيحصل فاقد كتير للحاجه، وده هيساعد على التخزين الامن وهيمنع نمو الفطريات اللي هي كانت بتتواجد في الذره والقمح وكنا بنلاقيها كثير. فده المنظومه الجديده للتجفيف هتساعدنا في حاجات مهمة جدا، ان احنا نحافظ على محصولنا. طب وايه تاني ممكن نقدر نحصل عليه؟ احنا كنا بنستورد المحاصيل المجففة بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية. طيب مصطفى، هناخد الدكتورة منى محرز ده وزير الزراعة للصراع السمكي والانتاج الحيواني والدجني. دكتورة ازاي حضرتك؟ اهلا استاذ ماهر، ازي حضرتك؟ واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيكي. معانا خبر مهم النهارده شفناه من جريده الجمهوريه، مجففات الذره تقلل من الفاقد بعد الحصاد. يعني الملفات القويه المهمه اللي حضرتك بتدخلي فيها دي الحقيقه كنا يعني محتاجينها من زمان يا دكتوره، فممكن تكلمينا على الخبر ده بالتفصيل؟ اولا السؤال ده حاجه مهمه جدا، ولان اللي اتعمل حاجه اهم. احنا حضرتك لو فاكر كويس من سنتين عملنا الزراعه التعاقديه لزراعه الذره ومحصول الذره من المنتجين الى منتجي الاعلاف، وبالتالي مصانع انتاج الاعلاف. كان في عندنا الحقيقه واجهتنا مشكله تجفيف الذره، وان المصانع لا تستقبل الذره الا لما يكون نسبه الرطوبه لا تزيد عن 12%، وهي اصلا في الزراعه تقريبا بتبقى حوالي 30%. ليه؟ لان النهارده نسبه الرطوبه دي مشكله لما تيجي تعمل تفريط او للذره وهي مش مجففه الحقيقه بتتكسر. كسره الحبايه الذره معناها ان يبقى النهارده في فطريات، والفطريات دي تعمل تفرز سموم فطريه مضره لكل من الحيوان اللي بياكل العلف او الذره يعني تحديدا، وكمان مضره للبني ادمين اللي ممكن ياكلوا اللحوم. والحاجه الثانيه ان احنا كمان عندنا استخدامنا في للذره مش بس للحيوان، لكن احنا عندنا استخدامه برضو في مدخلات العيش، وبالتالي عمليه التجفيف كانت مهمه وحيويه. طيب هل المجففات في مصر بتصنع او موجوده؟ الحقيقه كان كله استيراد والاسعار يعني مرتفعه جدا، فكان عملنا بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي والحقيقة على تصنيع 5 مجففات ليكونوا نماذج في 5 محافظات
نماذج ليه. احنا عندنا طبعا الجمعيات التعاونيه والجمعيات الخاصه بكل المزارعين والمنتجين، ان هي كمان تتوسع وتبتدي تطلب من انتاج الحربي احتياجها من المجففات لتقوم بخدمه المزارعين. الحقيقه انا بعتبره هي ميزه نسبيه كبيره ان احنا شغلنا مصانعنا وشغلنا عماله. عايز اقول لحضرتك ان هذا المصنع فيه خبرات وناس متميزه وساعد معانا في هذه المنظومه انها تطلع للنور وننتج اول مجفف مصري. ان احنا زملائنا وعلى راسهم الدكتور محمد الشحات من الهندسه الزراعيه في معهد في مركز بحوث زراعيه، كان معاهم بفريقه خطوه بخطوه لحين لغايه ما احنا انتهينا واعلنا عن تدشين اول مجفف مصري للحفاظ على منتجنا ونقدر نخزنه بالطريقه الصح، وان الذره ده ممكن نخزنه من غير ما يحصل له اي تلف او افراز للسموم. واللي انا عايزه اقوله كمان حاجه مهمه لاخواننا المزارعين، ان الحقيقه وزاره الانتاج الحربي مشكورين النهارده مش بس هينتجوا لنا مجففات للذره، كيزان الذره عشان تحديدا علشان ما يحصلش تفريط والذره لسه ايه يعني طريه فتقوم يتكسر حدايق، لكن كمان عندهم استعداد قوي ان هم يبقى فيه مجففات للنباتات الطبيه والعطريه وما يحتاجه اخواننا المزارعين في الحفاظ على منتجاتهم. لان احنا النهارده لما يعني بتدي فتره تخزين اكبر بدون تلف للمنتج، دي الحقيقه قيمه مضافه لانتاجنا الزراعي وهو ده اللي احنا شغالين عليه. دكتوره حضرتك بذلت جهد رائع وغير عادي في ملف الانتاج الدجني والسمكي وكمان الحيواني من خلال منح المزارع اللي ما كانتش موجوده عندنا تراخيص، وقلت ان ده ما يعتبرش انا ما بقننش المخالفه ولكن لازم يبقى عندي موجود قدامي وشايفاه عشان الاوبئه والامراض، وكمان الاستزراع السمكي حضرتك الحقيقه بذلت جهد غير عادي فيه في من خلال اعتماد النشاط الاستزراع السمكي كنشاط زراعي، وحضرتك يعني بتعاني كثيرا من البيروقراطيه اللي موجوده في الجهاز الاداري للدوله، ودي كلنا عارفينها والدوله كمان حاطه عينيها عليها وبتشتغل عليها. النهارده حضرتك بذلت مجهود غير عادي في الاستزراع السمكي، والنهارده بنشوف تطهير البحيرات مساله ضروريه للدوله، وان الرئيس السيسي نفسه متبني هذا الملف بشكل كبير. تقولي ايه النهارده في الاستزراع السمكي بعد المجهود الرائع اللي حضرتك بذلتيه فيه؟ انا بقول احتياجنا من البروتين الحيواني الفترات القادمه لازم هيكون من الانتاج السمكي، لان احنا عندنا ميزات نسبيه كبيره فيه. زي ما حضرتك قلت النهارده الدوله وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بتطوير البحيرات علشان ندي فرصه للصيد الحر وزياده الانتاج وانتاج يكون سليم وامن. مش كده بس، واصلا طبقا لتوجيهات السيد الرئيس بزياده انتاجنا في القطاعات البروتين الحيواني ومنها الاستزراع السمكي، انا عايزه اقول لحضرتك يعني ما تم من اجراءات لتيسير عمليات الاستزراع السمكي كبيره. وانا بشكر زملائي الحقيقه كمان في وزاره الري ان هم توافقنا طبقا للعرض اللي تم عرضه من وزاره الزراعه على زملائنا في وزاره الري، ان احنا يتم التراخيص للاستزراع السمكي في الصحراء، ودي نقطه كبيره جدا هتضاعف من انتاج هذا القطاع، ودي نقطه مهمه لمساعده المنتجين والزراعيين. لان انا لما بستزرع سمك على كل بير ميه طالع لي فانا بعظم قيمه او العائد من المياه، لان انا النهارده بزرع السمك الاول في الميه وبعد كده باخد الميه دي بالمخصبات الطبيعيه الناتجه من تربيه الاسماك، فتبقى مخصب طبيعي بدون ما بدفع تكلفه في الزراعه، وبعد وميه الري دي بتكون فيها المخصبات، لان كل طن علف بستخدمه بينتج لي 125 كيلو نيتروجين وهو ده المخصبات الطبيعيه. مش كده وبس، ان لما بنمي السمك في ميه الري قبل الري بيحصل ان الماده الجيلاتينيه اللي بيفرزها الاسماك بتعمل تماسك للتربه، معناها ان انا بقلل تسريب المياه وبحافظ على المياه اثناء ري الزراعات النباتيه. الحقيقه
يعني انا بناشد دلوقتي لان احنا خدنا هذا القرار وزاره الزراعه مع وزاره الري ان ده الزامي بقى على كل الابيار اللي هي بتشتغل في الصحراء، لان انا اديته قيمه مضافه، انا طلعت منتجين، منتج نباتي ومنتج حيواني اللي هو السمك بنفس كميه الميه، وزودت الخصوبه التربه وتماسك التربه، فاعتقد الميزه دي نسبيه. مش كده وبس، احنا دلوقتي في عندنا كمان قروض ميسره لهذه المشروعات من البنوك الوطنيه، والحقيقه يعني كان قاعد لسه النهارده معايا الصبح البنك الاهلي وبنك اسكندريه والبنك الزراعي، كلهم النهارده بيتوافقوا معانا على اننا هيدوا قروض ميسره لهذا القطاع من الاستزراع السمكي اللي بيستزرع في الصحراء، ولاول مره يكون مقدما من كل من وزاره الري ووزاره الزراعه. معالي الدكتوره، لما يكون عندي القانون 144 وعندي قرار وزاري 2000 حضرتك يعني تم اصداره في 2017 وكان لك الفضل فيه بشكل كبير جدا في استصدار هذا القانون، وان الاستزراع السمكي يعتمد كنشاط زراعي، ولهيئه التعمير مش معترفه بالكلام ده وعايزه تزيل مزارع سمكيه موجوده في مناطق كبيره جدا، وانا عارف كويس جدا حضرتك بتعاني في هذا الملف ازاي، ده نقول عليه ايه؟ الحقيقه الوضع مختلف تماما دلوقتي، وهيئه التعمير بتشتغل معانا ايد بايد، وعايز اقول لحضرتك مش انا بس ولا هيئه التعمير، احنا معانا الحقيقه قطاع بحثي متميز وما كانش مستغل للاسف الشديد. احنا معانا زملائنا في معاهد المياه والاراضي، لان هو اللي ليه دور كبير قوي، يقول لك الارض دي تنفع لايه والميه دي تنفع لايه، ودي نقطه كانت مغيبه. تمام يا دكتوره. قول في مفهوم خاطئ عن قانون الزراعه. قانون الزراعه بيقول ان الزراعه هي انتاج نباتي وانتاج حيواني. استوعبنا القانون دلوقتي يا دكتوره بالشكل الصحيح؟ لا مش استوعبنا. لا يعني هو كان التفسير، بعض المفسرين كانوا بيفسروا ان الانتاج الحيواني الزراعي، والحيواني ده معناها انتاج الدواجن وانتاج الحيواني وانتاج السمك، انما اهم شيء في الاليه هو ما يناسب الاماكن، الارض دي تنفع لايه والميه اللي هنا تنفع لايه، وعلى اساسه بحط الخريطه الزراعيه سواء انتاج زراعي نباتي او حيواني او سمكي او دجاج. والله اذا كنا خدنا خطوات في الملف ده يا دكتوره فالفضل يرجع لحضرتك، لان انت عانيتي كتير جدا ويعني بصراحة، وقدرت تنقل الملف ده بطريقة محترمة جدا، وكمان الناس تستوعب يعني يبقى عندنا استزراع سمكي موجود في مناطق، ونستوعب ان فكرة الاستزراع السمك ده منزلهوش، لان خلاص بقى واقع موجود عندي، فده يرجع لجهد حضرتك الرائع والغير عادي الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة. لا استناني، لا استناني دي يا واحد، اتفضلي. انا مش بقول ان لو في واقع خطأ يستمر، تمام، لكن احنا بنحط منظومة على اساس علمي ايه المناسب للمية والارض دي في اماكنها، دراسات علمية يا دكتورة، ده كويس جدا. بالضبط، وهو ده على فكرة القانون كان ممشي زمان، لكن تعرف بقالنا فترات كده في يعني، لكن الحمد لله كل حاجة دلوقتي كويسة، واحنا عندنا مش انا بس، انا عايز اقول لحضرتك احنا فريق عمل متعاون من قطاعات مختلفة من وزارة الزراعة، وان الباحثين في من اماكن اخرى، وكمان صحاب المصلحة اللي هم المزارعين والمنتجين. الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للزراعة السمكي والانتاج الدجني والحيواني، بشكر حضرتك جدا على تشريفك لنا بالمداخلة. هنروح استاذ مصطفى لخبر مهم من مصر اليوم، الري تنفذ مشروعات استثمارية لحماية النيل، ده ملف مهم جدا لحماية النيل. الدكتورة منى اتكلمت عن التعدي على المجرى النهري، واتكلمت ان الملف ده الحكومة بتبذل فيه جهد كبير جدا، ده على البحيرات، على البحيرات وعلى وعلى المجرى النهري، وبالتالي يعني بادئين في المشروع من أسوان للبحر المتوسط، إزالات وتوسع للمجرى النهري، وذلك يعني المشروع للعمل على يعني التوسع ده او التعدي على المجرى النهري ده، تسبب في كثير من التضييق و نفوق عدد من الثروه السمكيه خلال الفتره الماضيه بسبب تلك التعديات، ولكن الدوله حريصه زي ما حضرتك قلت دكتور منى لاعاده
هذه الثروة الطبيعية إلى مكانتها. طيب هنروح لخبر تاني معايا من الوطن. تنسيق مصري سوداني سعودي لتأمين البحر الأحمر لمواجهات محاولات التوسع التركي. ده احنا اتكلمنا في النقطة ديت. التوسع التركي طبعا عايز يعني يدخل الشرق الأوسط للحصول على الثروات الموجودة فيه بمختلف أنواعها. والتنسيق ده ما بين مصر والسودان ده طبعا يعني قائم منذ فترة ماضية، وبالتالي يعني في جهود كبيره جدا وحثيثه، وما اعتقدش ان في تركيا قدرت او استطاعت ان هي تحصل على اي مكاسب. هي بتحاول طول الوقت انها يبقى لها نفوذ في المنطقه. هي كانت بتحاول ايام النظام السابق، ولكن الان يعني اللي دعمها للميليشيات والارهابيين وجماعه الاخوان كانت بتدعمهم بالسلاح عشان تقدر تخش بالنفوذ بتاعتها وقوتها. ولكن الحمد لله مصر استطاعت بمكانتها الافريقيه ان هي ولم تستطيع الحصول على اي مكاسب داخل الشرق الاوسط. وده مهم جدا ان الناس تبقى عارفه كمان، والشعوب تبقى عندها وعي ان هذه الدول وتركيا بالذات بتطمع في الثروات اللي موجوده في هذه الدول. ده بقى واضح جدا، مش محتاج ان احنا نوضحه اكتر من كده، لان خصوصا تركيا احنا قلنا بتعاني من اقتصاد يعني منخفض جدا، وبالتالي هي بتبحث على اي موارد خارجيه حتى لو بدعم الجماعات الارهابيه والميليشيات. وده بنلاقيه في عدد من الدول، هنلاقيها في سوريا، هنلاقي في ليبيا دلوقتي اتفاقيه غير قانونيه، النهارده بتبحث عن السودان تخش باي مخرج او مدخل للسودان لنقل قواعدها هناك العسكريه. ولكن يعني الحمد لله مصر استطاعت ان هي توقف هذا التمدد التركي. طيب هنروح لخبر مهم معايا من جريده الوفد، افتتاح مزرعه مشتركه مع اوغندا، وده ملف مهم جدا، ملف تواجد مصر في افريقيا، وده كان غاب بقاله فترات طويله، ما كانش لينا دور في افريقيا. الحمد لله دلوقتي مصر عادت بدورها الطبيعي في الملف الافريقي. مصر الان رئيس يعني رئيسه الاتحاد الافريقي، وبتسعى في يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسعى جاهدا للمشاركه في جميع المحافل الدوليه. واحنا لقينا كان في من فتره كان عندنا اليابان، وقبليه كان فرنسا بيتكلم باسم افريقيا والتنميه الافريقيه. واللي حصل الاتفاقيه او المزارع اللي تم فتحها هناك ده نقل الخبرات والتكنولوجيه اللي مصر قدرت ان هي تحصل عليها خلال الفتره الماضيه، والتوسع والنقله الحديثه قدرت مصر ان هي تنقلها لاوغندا، وبالتالي عشان الصادرات بتاعتها في الماشيه تواكب المواصفات العالميه، لان طبعا التصدير والاستيراد لازم ليه مواصفات محدده. وبالتالي مصر بتسعى ان هي تنقل خبراتها لدول افريقيا الناميه، لان هي يعني تستعيد مكانتها. مع المطالبه اللي مصر بتطالب بيها خلال الفتره الماضيه بالتنميه الافريقيه وضخ استثمارات من الدول والاستفاده، الدول الاوروبيه والاستفاده من الثروات والامكانيات البشريه اللي موجوده داخل الاراضي الافريقيه. فبالتالي يعني الحمد لله في دي جهود مصريه حثيثه خلال رئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي. مهم، دي منطقه ثريه بالثروات وموجوده فيها دول دلوقتي، يعني تراجع مصر في الفترات السابقه جعل دول زي اسرائيل وزي تركيا وزي قطر انها تدخل في هذه الدول وتعبس فيها في الملف المياه موجود فيها، وده لان مصر ما كانتش واخده دورها الريادي في هذه المنطقه. الحمد لله دلوقتي عادت مصر بقوه في هذه المنطقه، فانت يعني بتسمح لهذه الدول انها تخش تستثمر في هذه المناطق اللي انت محتاج الاستثمار فيها اصلا. انت بتستورد، عندك بتستورد كميات كبيره من الغذاء، ممكن تستعوض ده في استثمارها في هذه المناطق. هو بالفعل مصر تتجه الان للزراعه واستغلال الاراضي الافريقيه اللي هي خصبه وتسمح بالزراعه، وخصوصا ملف الري. يعني ما نقدرش نقول ان مصر كانت غائبه فيه، او يعني هي كان فتره من الفترات هي مش غائبه، هي ما كانتش موجوده بقوه. ولكن مصر دائما يعني هي الدوله، نقدر نقول هي يعني الدوله التي تتحكم في الميزان او قوه منطقه الشرق الاوسط وافريقيا. فما نقدرش نقول مصر بتغيب، مصر طول عمرها متواجده ومتواجده بقوه، والان اصبحت بقوه اكثر مع التنميه والازدهار الذي يعني ابتدينا نشوفه بقى متلاحظ جدا لجميع الشعوب. واحنا دلوقتي بننقل خبراتنا في جميع الاماكن، وبنستفاد كمان من الاراضي بتاعتهم في الزراعه، والنهارده فاتحين
كان رئيس الوزراء بيتكلم انها في تبادل مع اوغندا لمزارع حيوانية وتسمين الحيوانات هناك، لان بنستغل هناك عندهم ارض خصبة، عندهم امكانيات ممكن توفر لنا ده، ان احنا نقدر يكون في تنمية في دول افريقية وبقيادة مصرية. طيب هنروح الخبر تاني معايا من الشروق، مطالب برلمانية بفتح ملف الابنية التعليمية لانقاذ حياة التلاميذ. والله ملف الابنيه التعليميه ده ملف يعني مسكوت عنه بقاله فتره، وخصوصا شاهدنا في الفترات الماضيه اكثر من حوادث داخل مدارسنا، والملف ده بيعرض الطلاب داخل المدارس واولادنا لكثير من الحوادث والكوارث. ولكن احنا بنطالب بتشكيل لجنه من جميع الجهات لمعاينه جميع الابنيه المدرسيه لفحصها والوقوف على مدى جودتها وصلاحيتها للاستخدام. ده ملف مهم جدا في مصطفى، في حاجات محتاجه ترميم في مجال واسع كمان، والدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم بيبذل مجهود كبير جدا في نقل العمليه التعليميه الى مكانه دوليه معترف بيها. احنا دلوقتي بنمر بمرحله جديده جدا في التعليم، وقدرنا ان احنا نطبق منظومه جديده في التعليم، ومنظومه التابلت اللي كانت في الثانويه العامه قبلت في البدايه برفض كثير من الناس اللي هم رافضين للتغيير، مع في الكثير يعني بيعيش او بيرضى بالامر الواقع، ولكن فكره التغيير مش متاحه عند كثير من المصريين. ولكن الحمد لله مع الاستمراريه والوضوح والتوضيح اهميتها قبلت وابتدى يستخدموها، وابتدى نشوف أولادنا، وابتدت تنجح المنظومة. يعني قابلتها عديد من الصعوبات والإخفاقات، ولكن المنظومة الآن يعني في طريقها إلى النجاح. الكاتب الصحفي للشروق مصطفى المنشاوي، أنا بشكر حضرتك جدا على تشريفك لي. تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. أعزائي المشاهدين، دي كانت أهم عناوين الصحف الصادرة معانا خلال اسبوع، تناولناها معاكم بالرصد والتحليل. شفتوا المشاكل اللي موجوده، شفتوا لما الدوله عندكم تنهار وما يبقاش فيه جيش قوي وما يبقاش عندك وعي، تيجي دوله تانية تقول لك انا احمي الشواطئ بتاعتك، انا احمي المطارات بتاعتك، انا احمي الموانئ بتاعتك، وهي تهدف للثروات اللي عندك والاطماع في الثروات اللي عندك. لما الشعوب ما يبقاش فيها وعي، وتبقى ان الحكومات اللي موجوده كمان ما عندهاش وعي لده، او باعت الوطن كمان وتعقد اتفاقيات بالشكل ده لبيع ثروات الوطن، عيشوا بالامل والتفاؤل، واعرفوا ان بلدكم طول ما هي قويه وجيشكم المصري قوي محدش يقدر يبص الاطماع في ثرواتكم ولا بلدكم، لان الدوله اللي بتدخل بالشكل ده وبتنزل في دولة ما بتسيبهاش بقى خلاص، النفط خدت الثروات اللي موجودة فيها وما بتطلعش منها تاني. شوفوا لو سوريا رجعت تاني نقول ان سوريا رجعت تاني، لو العراق رجعت تاني نقول العراق رجعت تاني، لو اليمن رجعت تاني نقول اليمن رجعت تاني. اي دولة بتنهار وبينهار جيشها القوي بتلاقي الدنيا بتختلف معاها، الدولة اللي بتدخل عندك ما بتخرجش تاني، لان مش هتسيب الثروات اللي موجودة عندك أبداً. عيشوا بالأمل والتفاؤل، لكم مني أطيب المنى نائر الفضل.